فوزية رشيد طه، أنا من الجنوب الليبي بلدية وادي البوانيس، ناشطة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، مدربة حقوقية بهذا الجانب، مؤسسة مشتركة في عدة مؤسسات ومنتديات، مؤسسة منظمة يد بيد الأشخاص ذوي الإعاقة ببلدية وادي البوانيس، عضو في التكتل الليبي النسائي، عضو في جمعية التفاؤل، عضو مؤسس في المنتدى الليبي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أشتغل المنصب الحالي عضو في مجلس البلدي في كرسي الأشخاص ذوي الإعاقة. أعتبر المرأة الأولى أو التحدي إن تكون مرأة في هذا المكان، تبرز دور المرأة القيادية، إن المرأة وخاصة المرأة ذوي الإعاقة إن لها دور وتقدر تتخلل المناصب الحكومية وتقوم بنشاطاتها وتبين هدفها ودورها. عدة مشاركات في وضع المادة الدستورية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، في التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. والفترة الماضية قمنا كفريق منظمة يد بيد الأشخاص ذوي الإعاقة بفتح معمل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في بلدية البوانيس، هذا لإبراز دور الأشخاص ذوي الإعاقة إن هم أشخاص قادرين، سواء كان بصفة عامة سواء مرأة أو شاب، أن يخدموا في هذا المجال، كان هو على طباع الأكواب والتيشيرتات والتصميم والستيكرات وإنشاء بطاقات تعريف أو كروت، هذا من الشخص ذوي الإعاقة له قدرة لإمكانيات يقدر يبرز نفسه ويؤثر دوره على المجتمع. كانت هناك تحديات وصعوبات طبعاً، إني هنا نظرة المجتمع للمرأة وبالأخص المرأة ذوي الإعاقة، حتى لما ندخل مثلاً لمكان عام وكذا كانت نظرات استغراب، نظرات، ولكن أنا بالعزيمة وبالإصرار إني نقدر إني كمرأة أو كمرأة من ذوي إعاقة إني نبرز دوري في المجتمع، وخليهم هم يقتنعوا إني كإنسانة ولي قدرات ولي إمكانية نوصل لأي منصب لأي نحقق أهدافنا.